شكرا أخي رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر حكومة الكويت، وقبل شكر هذه الحكومة شكرا لهذا الشعب العظيم الذي دفع الحكومة، لأن الشعوب هي التي تمثل الإرادة الحقيقية. اليوم أحدثكم لأننا علينا دور كبير بعد خذلان العديد من الدول العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية، وعلينا كنواب وعلى وفود الصداقة في مجلس الأمة التحرك وإيصال صوت القضية الفلسطينية وكشف جرائم الكيان الصهيوني. القضية الفلسطينية وتلك الأرض المباركة هي قضية عقيدة وإسلام ودين، أقولها وكما قلتها في مجلس الكونغرس في دولة إيطاليا. القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، والقضية الفلسطينية من لم تكن له القضية الفلسطينية هي القضية الأولى، فلا قضية ولا مبدأ له. لذلك أشكر وفد الصداقة وجميع الأعضاء وعلى رئيسهم الدكتور محمد هادي الحويلة ومعالي السفير ناصر القحطاني على جهودهم لإيصال صوتنا والقضية الفلسطينية، واللي كشفنا من خلالها جرائم هذا الكيان الصهيوني. لذلك على وفود الصداقة التوجه إلى برلمانات العالمية وإيصال الصوت الإسلامي العربي، لأن هذه القضية هي قضية عقيدة وإسلام. لذلك يا أخوان، الشعب الكويتي كان ولا زال منذ 80 عام وهو يدعم هذه القضية، ولكن اختلفت الأحوال. الآن هم يعولون عليكم أنكم أنتم الأساس في نصرة هذا الشعب بعد خذلان العديد من الدول العربية والإسلامية للأسف. لذلك أخي الرئيس، أطلب منك ومن إخواني النواب الزملاء التحرك العاجل. لدينا وفود صداقة، فلدينا وفود صداقة. علينا التحرك، ولا أن تكون القضية الأولى إلا هي القضية الفلسطينية. وشكرا أخي الرئيس.